العثور على زوجة أمير قطر متوفى في شقة في إسبانيا. أثار خبر عثور الأجهزة الأمنية الإسبانية على زوجة أمير قطر متوفاة داخل منزلها في منتجع في إسبانيا الجدل بين الجمهور، وبخاصة مع عدم وجود أي علامات على العنف الجسدي، وذلك بعد أن أبلغت ابنتها الشرطة من باريس بأنها لم تتمكن من الاتصال بوالدتها منذ أيام. وعلى الرغم من عدم تشريحها بعد، إلا أن التحقيقات الأولية وأقوال الشهود تشير إلى أنها قد تكون ماتت بسبب جرعة زائدة من المخدرات أو الخمور. After a few years, it's time to speak up. It's time to let people know that, you know, it's not all glam and perfect. That I do also struggle and I go through things and it's been difficult and not just for me but for the children. وكانت كاسيا غاليانو البالغة من العمر 45 عاما الزوجة الثالثة للملياردير القطري عبد العزيز بن خليفة آل ثاني، الابن الأكبر لأمير قطر السابق الراحل خليفة بن حمد آل ثاني، في خضم معركة حضانة شديدة مع زوجها السابق الذي تتهمه بالتحرش بإحدى بناتهما الثلاث، رغم أنه نفى هذه المزاعم واتهمها بإفراطها في شرب الكحول ومعاناتها من مشاكل نفسية.